السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. غنسمعكم في البداية أجزاء صغيرة من الكلام اللي قال بالأمس الراضي الليلي في البوليزاريو قيادية ومسؤولية، وصفهم بأوصاف اعتبروها وحدين مستفزة. سمعوا شنو قال الرويدي الكليب، ونسمعوا ردود أشخاص موالين لقيادات البوليزاريو. قالوا بواضح العبارات هذا الكلام ما يصدر حتى مع عند حمار، كيفاش يصدر من عند الراضي الليلي؟ سمعوا ونرجعوا نكملوا ان شاء الله. ولكن يا نط الجهات الصحراويه تفهم على انه احنا ذا القوم ذا الدور اللي قايمين به هو حتى هو يوازي العمل العسكري ويوازي العمل الدبلوماسي ويربك الاحتلال، وكيف ما يقوم هو بعمل معين مؤدى عنه كذلك الانسان الصحراوي الاعلامي الصحراوي حتى هو راه قايم بعمل معين ولا يقدر من امكانيات على انه يشتغل به. فهذه ملاحظة، لأنه حقيقة عانوا عندنا معاناة معينة، عندنا معاناة معينة، ولكن هذه المعاناة تكلمنا فيها وتكلمنا فيها وتكلمنا فيها، ولكن يبدو أننا نخاطب أحيانا طرشان، نخاطب الحيوط ونخاطب الجدران. بينما ياسر من مسؤولين الصحراويين مع الأسف نقولها ونكررها على أنهم مازالوا ما هم قائمين بذاك الدور اللي يارتهم يقوموا به في تأطير هذو قاماتنا الصحفية كاملة اللي موجودة في أوروبا بالخصوص، وراهم من المسؤولين اللي عندهم الإمكانيات باش يدعموا الإنسان الصحراوي، ما يخلوه واقف وخلوه واحد في السماء. السلام عليكم ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الكلام لا يصدر عن حمار من باب أولى، يعود يصدر عن رقاش سوي الفطرة. سبحان الله العظيم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذه مد فهمتني حامية مادة وموفرة لها ياسر مشي، وهو يقول عنهم ذا الكلام. ذا هو هذا من آدم قبي يغير قاع، أنا ذا شايفه لا للحكومة الصحراوية اللي بعد قاع دارت من يصنع المعروفة في غير أهله. ذا هو قبال حد يدير الإنسان ما هو مناسب في المكان ما هو مناسب، هذا هو أرخى شيء موجود. وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب هذا هو أشبه شيء تقدم مادة تقدم به، وهذا هو أكبر خطأ معدته الجبهة. تدير شي من الخرق اللي لا سياني لا شي من الخشب مسندة، نادم لا خشبة وتوه مطروحة، يرد شي من المراد فارق لا معنى له، فارق بيه كبيش من الفيافي المقافي كلها راسه ما في شي، لا كما ذي الحماري يحملوا أسفارا ما فيهم أي نتيجة يسوي صف قولوا مدع لذي الكلام. سبحان الله ما فيهم حد يفهم شي يسوى وشنه، لا يكادون ما عنده أي معنى ذا الكلام اللي قال ذا بنادم. مازال الإخوان غنسمعوا ردود أخرى. سمعتوا الرد الأول، قالوا هذا الكلام ما يصدر حتى من حمار، صدر من عند هذا الراضي الليلي، درنا له إحنا قيمة وجعدنا مخيمة تندوف ودرنا له قيمة. عرفت واحد زيارة كانت مؤخرا في مخيم بوجدور، عطاو أكثر من قيمته قال لك، واليوم عاد يتهجم عنا، يعني دخلناه لدارنا وكبرنا به. جاء اليوم يقول علاش البوليزارو ما تخلصني، علاه البوليزارو ما توظفني انا عاني وندافع على الشعب الصحراوي وكذا، وحتى بعض مسؤولين البوليزارو بامكانهم على انهم يعطوني ذاك المال، ولكن لما احنا نحكو مع من احنا نتكلموا مع الطرش نتكلموا على الجدار. هذا الكلام اللي قال الرويدي الكليب كانوا يصفقوا له وحدين، جاه الرد من مخيمه تندوف من الناس اللي قراب من قيادات ومسؤولي البوليزار وصوب الحمار. وسمعوا ردود اخرى، عدد كبير من الصحراويين قالوا الحقيقه، لانه هذا الراضي الليلي ليس له اي هدف او مصلحه للخير للصحراويين المتواجدين في مخيمات تندوف، هذا عنده مصالح خاصه لا اقل ولا اكثر. ديك المصالح اللي كانت عنده في المغرب واللي كان طامع في الاموال وطابع في المناصب ما وصل لها بطبيعه الحال، وقع له مشكل مع المغرب، هو اللي درك واقع له مع البوليزاريو، رغم تملقه البوليزاريو وكذا. نفس الشيء كان المغرب، اللي كان في المغرب كان كيقول اكثر من هذا الكلام. المغرب الصحراء مغربيه والبوليزاريو مرتزقه والجزائر عدوه وسجن رشده كامل كان كيقولوا الرويد الكليه. لكن اليوم حقيقه الراضي الليلي عن انصار ومرتزقه البوليزاريو ظهرت على انه طميميع وانه صيصيب وانه ما قادلو في حد، ولا عنه حتى ما هو صحراوي كاع من المنطقه من طحل القويره. اليوم باغي لا المناصب وباغي المال، اعطوني انتوما يا الجبهه عندكم امكانيات
وقال هو قال كاين بعض المسؤولين اللي عندهم امكانيات يعطونا ويخلصونا، مرحبا ما تعطوناش لهين نتقربوا عليكم حتى نتوما. سمعوا الردود، حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم. اخو هذا الرويضي، ذكر الله ونبيه ارمول. انا بعد اللي قلتها انا النهار الاول، اللي قلتها انا النهار الاول، انا من يتم مالين له غجار ذاك، هم من ما يتم لا اح يتقلب على المد، وهو حس ذاك النهار يقول وحده انه عنده لا 100 اورو، معناها انه دفر دفر شو ضريك من الله يصد جبه فضل سمعت ايش بربيك الحال. ايوه فعل ايه مرحبتي الشعب يريد الاستغلال 1970، مرحبتي محتسبات ومحتسبين كاملين، مرحبتي الولي. الولي انت سولتنا عن هذا الراجل، احنا قاعدين وانا مناضلين يا غير، بعد انت طرحت السؤال على المناضلين هذا، احنا كنا مناضلين ديك الساعة. ان جاوك بعد انا حسب فهمي هذا الراجل من الصحافة اللي متان كانت في هذه في الصحراء في المغرب بالخصوص، كان إنسان ممتاز في التلفزيون، الناس كاملة تخلصوا بعين اعتبار متين، تخلصوا بعيد بعيد، وعنه إنسان انتلكتوال صحافي متين. يا غير اللي يظهر لي بعد أنا هذا أنا هذا شخصية اللي ماني خباري حتى ولاني من محلل متين، عنه أجمل له عود من له عود، هو لقيه والله طماع والله مصطلح انفصالي هذا، والله مصطلح مرتزق به اللي هو ما حد كان مع المغرب هون، لا المغرب الفوق ولا المغرب الفوق، وذا كان ورايك اللي منين مغصب المغرب عاد قايم على المغرب وقايم على ما سرق منه حد، ما تروح في الناس كاملة، لا هو الناس اللي عندهم لا بقع في الأرض متصل بهم، هو التجار متصل بهم، لا خارج حد قامهم متصل به. وريكم ولي يبان قلب البارابول، قلب القمر الاصطناعي، ذاك الشهور هاو المسؤولين اللي في جيبها عنهم ما مقيمين دور. انا بعد اللي ظهر لي فيها انه عنه باغي يترقع توفي، قالتهم يرقعوه الى بغاو تم يتكلم تم دافع عنه، عرف عنهم الى ما رقعوه هذاك تيلاهي يقيس بليده ثاني، شو كانوا يقيس اليهود والله، شوف من يقيس والله قيس فلسطين، دافع عن هذه يقص أصحاب حماس. هذا اللي يظهر لي أنا بعد عنه، اللي يلود الفضة وتوفي يعني من المسكين، وطنية ما هي فيه ولا فيه قاع شي ثاني، لا كيف ياسم ذاك الرجلي دافع عن هاي الصحراء، هو والله ما هو دافع عن هاي لود لا شي يلحسه. مرحبا بك الوليد، تحياتنا لك تحياتنا للجماعة كاملين، مرحبا وسهلا. يا مرحبا وسهلا. عالم ولا انا اذا الرويج اللي اقل منه عشر، الفرق بينه هو عشر، لانه هو مثقف شوي، هو مثقف وعشر جاهل، اما عندهم نفس العقل نفس العقل، يا راضي اللي لي عشر عقلهم واحد، الا واحد جاهل معرض مسيكين معرض له من معرض التيمم مولي، وهذا مثقف الله طيار ما فيه زيار. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا عاشور مودرن، عاشور لاجي لاجي عند المحتل، وهذا لاجئ من المحتل ويخاطب القضاء في المحتل عند المحتل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله ينتفي ريحتك من متن انتفي ريحتك. هما قطعا عنهم مارقين من نفس الفصيلة من تعيولي، اللي هو رويضي اكشاح يلا ثقافة، هو لا ولا قلت له انا هو لا بوق ستيريوتو، هو الله بعد منين تشوف كتاباته، انا شتي نارات كتاباته، كتابته توفر واحد من الابتدائي، ملانة من الاخطاء، وهو عنه عربيزان، ملانة من الاخطاء الاملائية والنحوية، صرت اكلل ويخيك الثقافة. غير هي اسمها البوق، منين يدرب على رواية صافي، وهو بوق ستيريو يدرب على القراءة، ممارسة اللي يكتب اللي خاسر اللي خسر وهو معر كامل.